بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدين الأعزاء، ألف 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 مبروك لهجن الشحانية وانتزاعها للرموز الذهبية الأربعة في هذا المساء الرئيسي مع سن اللقايا وانطلاقة خامس الأشواط في هذا المساء الجميل، المساء المميز، المساء التاريخي في هذا المهرجان الغالي، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى. ينطلق هذا الشوط إخواني المتابعين في هذه اللحظة، شوط خصص للإبكار واندفاع هذه الأسماء الكبيرة والعملاقة. أتابع المركز الأول، أتابع الصدارة، هذه سكتة على المركز الأول. شعار هجن الشحانية ينطلق في المركز الأول، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هو المتابع والمضمر لسكتة المحتلة للمركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني تتقدم وتنطلق منصورة على المركز الثاني في هذه اللحظة، على المركز الثاني بشعار هجن الشحانية، المتابعة عند سالم بن فاران المري. المركز الثالث، هذه الجذابة تحتل المركز الثالث بشعار هجن الشحانية ويضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. تلتهم بالمركز الرابع في هذه اللحظة، تكريم على المركز الرابع بشعار هجن العاصفة والمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الخامس من الجانب الآخر تحمل الرقم خمسة، هذه أسطورة بشعار هجن الشحانية يقدمها محمد بن خالد العطية. هذه الأسماء إخواني المتابعين، هذه الأسماء الكبيرة والمشاركة، هذا هو العرض المميز، هذه المتابعة وهذه اللحظات المميزة في هذا المهرجان الغالي، متابعة أبناء الخليج لهذه الانطلاقات في هذا المهرجان الكبير والمميز. هنا الانطلاقة، هنا التحدي، هنا الإثارة، دائما مع المركز الأول. هذا هو الموقع المستهدف، هذا هو الموقع اللي موجودة في سكتة، هذه سكتة في المركز الأول. شعار هجن الشحانية ينطلق بالمركز الأول، المتابعة عند سلطان الوهيبي. من قدم في هذا المساء وقدم الأسماء الكبيرة حصل كمضمر على رمزين في هذا المساء. يا سلام، هذه سكتة على المركز الأول بشعار هجن الشحانية، تنطلق في المركز الأول سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقدمها ويقدم الجذابة على المركز الثاني. يا سلام يا سلام، المركز الثالث شعار هجن الشحانية أيضا ينطلق مع منصورة المحتلة للمركز الثالث، المحتلة للمركز الثالث، هذا شعار هجن الشحانية. وهنا التدخل والانطلاق من شعار العاصفة الذي ينطلق بالمركز الثالث إلى المركز الثاني. هنا بداية المعركة، هنا مع لوحة 3 كيلومترات عن خط النهاية، هذا هو شعار العاصفة. انطلق بالمركز الثاني، انطلق حمد بن راشد بن حمد بن غدير ينطلق متابعا لهذا الاسم. المركز الثاني من الجانب الآخر، من انتقلت إلى المركز الأول، هذه هداجة في أول ندالي، هداجة تحمل الرقم واحد، تنطلق بالمركز الأول شعار هجن الشحانية، المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيب. المركز الرابع تتدخل في هذه اللحظة، أسطورة على المركز الرابع بشعار هجن الشحانية، المضمر محمد بن خالد العطية، من قدم الإعداد في الشوط الماضي وحصل على الرمز الذهبي. المركز الخامس منصورة في هذه اللحظة في دائرة المراكز الخمسة الأولى، هذا هو شعار هجن الشحانية، وهذا هو سالم بن فاران المري المتابع لهذا الشعار الأدعم العملاق. يا سلام، كيلوين عن خط النهاية، وعن الناموس، عن السيارة في خط النهاية، هناك يا سلام، هذه هداجة تحتل المركز الأول، هداجة مع المركز الأول عليها الرقم واحد وتنطلق متصدرة متألقة منطلقة في الصدارة، منطلقة مع هذه الأسماء الكبيرة، هذه هداجة بالمركز الأول سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي.
الموهبي المتابع المضمر يقدم أيضا سكتة بالمركز الثاني كوصيفة لهداجة منطلقة مندفعة مترقبة وجودها بالمركز الثاني. هذه يضمرها سلطان الوهيبي بينما تدخل العاصفة مع لميا تدخل العاصفة في أول نداء للميا على المركز الثالث. تنطلق شعار هجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير في المتابعة. المركز الرابع ينطلق شعار هجن الشحانية مع منصب على المركز الثالث وتنطلق بشعار هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران في المتابعة والتضمير. قدم الأسماء الكبيرة اليوم أبو سالم. يا سلام هذه الأسماء لوحة 1200 لا زالت القيادة والمقدمة والصدارة مع شعار هجن الشحانية هنا يبحث عن تحقيق الخماسية في هذا المساء بانطلاق هداجة. هنا الترقب من شعار العاصفة مع لميا الحاملة للواء العاصفة وشعارها. هنا بالمركز الثاني تنطلق يضمرها حمد بن راشد بن حمد بن غدير. يا سلام ما منصورة على المركز الثالث. منصورة افتتحنا الكيلومتر الأخير تحركت منصب بالمركز الرابع بشعار هجن الشحانية يضمرها جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس تكريم لهجن العاصفة عند حمد بن راشد بن حمد بن غدير ولكن اللحظات الأخيرة رقم واحد المركز الأول. هذه هداجة هذه منصورة تحركت انطلقت منصب ولكن هداجة بالمركز الأول. الصدارة مع هداجة الانطلاق مع الرقم 1 الرقم الصعب. هذه هداجة سلطان الوهيبي يقودها في عملية التضمير. تنطلق نحو خط النهاية. الخماسية في هذا المساء للشحانية. تهانينا أولا لهجن الشحانية ولجمهور الأدعم على هذا الفوز في هذا المساء الذهبي مع خامس الأشواط. يقدم سلطان الوهيبي هداجة في هذا الشوط لينتزع النقطة الخامسة بشعار هجن الشحانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت منصورة بالمركز الثاني لهجن الشحانية. المركز الثالث تصل لميا لهجن العاصفة. المركز الرابع وصول أريج لهجن الشحانية. والمركز الخامس وصلت منصب لهجن الشحانية. تهانينا والناموس أيها الإخوة المتابعون في هذه اللحظات لهجن الشحانية ولفوز هذا الشعار في خامس الأشواط في هذا المساء. قدمت هداجة لتحتل المركز الأول والرقم واحد. لحظات وصولها إلى خط النهاية توقيتها الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية 7 دقائق 32 ثانية 39 جزءا من الثانية هو التوقيت اللي سجل مع هداجة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية ولسلطان الوهيبي المركز الثاني. المركز الثاني منصورة لهجن الشحانية قدمها سالم بن فاران المري. التوقيت الزمني 7 دقائق 35 ثانية 17 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث لميا وصلت بالمركز الثالث لهجن العاصفة قدمها الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. توقيتها الزمني 7 دقائق 37 ثانية 77 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس للفائزين.